مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله. مساء الفل على حضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده اكيد لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي وجيم الاثيوبي ان شاء الله يوم الاحد المقبل في الثالثه بعد الظهر. اكيد كلنا مستنيين هذه المباراه على فارغ الصبر ان شاء الله. كل التمنيات وكل التوفيق للنادي الاهلي ولاعبته في هذه المباراه الصعبه في اجواءها، وان شاء الله تكون سهله مع محمد يوسف ورجاله النادي الاهلي زي ما هم معودينا على طول. النهارده عماد النحاس بيواصل تفوقه وبيواصل تقدمه في الدوري الممتاز في اولى جولات الدور الثاني بفوزه بالشيء في المباراه اللي انتهت منذ قليل، وهنتكلم عليها مع ضيوف الكرام اللي هيشرفوني بعد قليل. تعالوا منكم على اخبار النادي الاهلي في اثيوبيا ونرجع نتكلم على مباريات الدوري، واكيد هنتكلم مع ضيوف الكرام على مباراه الاهلي وجيما المهمه جدا جدا. كابتن محمود الخطيب في اتصال تليفوني مع المهندس ابراهيم الكفراوي بيطمن على البعثه وبيطمن على كل صغيره وكبيره في بعثه فريق النادي الاهلي في اثيوبيا. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجرى اتصالا تليفونيا بالمهندس ابراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أثيوبيا. قدام حضراتكم لقطات حصرية في من بعثة الفريق. الكابتن محمود الخطيب كان في الاتصال لاطمئنان على استعدادات الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي لخوض هذه المباراة الهامة جدا أمام جيما الأثيوبي. زي ما قلت لحضراتكم يوم الحد ان شاء الله كابتن محمود الخطيب بيطمن كمان على كافه الامور المتعلقه ببعثه النادي الاهلي من حيث الانتقالات وفندق الاقامه وملاعب التدريب، مؤكدا على دعم مجلس اداره النادي الاهلي الكامل لفريق الكره في هذه المباراه لمواصله العروض القويه التي يقدمها محمد يوسف مع الفريق الاول لكره القدم. ومن جانبه اكد رئيس بعثه النادي الاهلي الكابتن الخطيب ان الامور تسير بشكل طيب، وأن طاقم السفارة المصرية في أثيوبيا يتواجد بشكل مستمر مع الفريق، وأن هناك حماسا كبيرا من جانب اللاعبين على الظهور بشكل قوي والعودة للقاهرة بتذكرة الصعود. ده كان كلام المهندس إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة النادي الأهلي في أثيوبيا. أكيد الكابتن الخطيب بيطمن على كل كبيرة وصغيرة زي ما هو متعود مع الفريق. مباراة إن شاء الله تكون سهلة زي ما قلت لحضراتكم، مش عايزين نصعبها على نفسنا بإذن الله. الأهلي ينهي مرانه الأول في أديس أبابا منذ قليل، يعني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى منذ قليل مرانه الأول في العاصمة الأثيوبية استعدادا لمواجهة فريق جيما أبا جيفار بعد غد إن شاء الله. الفريق خاض مرانه عصر اليوم الجمعة بعد وصول البعثة. أكيد حضراتكم طبعا عارفين البعثة وصلت في ساعات مبكرة من صباح اليوم. المران شهد حضور السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في أثيوبيا والمستشار جورج عازر وطاقم السفارة بالكامل. محمد يوسف النهاردة في التمرين درب اللعيبة على الكرات العرضية. محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرص على إجراء فقرات متنوعة بمران الفريق الأول بالعاصمة الأثيوبية استعدادا لمواجهة فريق جيما أبا جيفار في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا. يوسف كان مقسم التدريب على فقرات، كان في فقر الكرات العرضية من الناحية اليمنى واليسرى استغلالا الحالات التهديفية ان شاء الله مش عايزين نضيع زي الماتش اللي فات. فقرة بدنية ايضا خاضها الفريق راعى فيها الجهاز الفني المعدل البدني المناسب نتيجة السفر ورحلة طيران. رحلة طيران يا جماعة استغرقت 4 ساعات، اكيد سفر كان متعب وكان سفر بالليل وقلة نوم وصول يعني بدري، يعني اكيد كان يوم شاق. اكيد محمد يوسف والجهاز الفني راعوا مثل هذه الظروف اللي بتكون خارجه طبعا عن ارادته. في الاخر لعبوا تقسيمه مصغره بدون حراس، وبعد كده تعاملوا مع الحراس في تقسيمه مصغره ايضا. حسام عاشور اكتفى بتدريبات تاهيليه في اول مران للاهلي باثيوبيا. حسام عاشور لسه ما اكدش الدكتور خالد محمود جاهزيته للمشاركه في مباراه الغد بعد اصابته في مفصل الكاحل، لكن بخلاص يعني ان شاء الله ممكن يبقى جاهز وممكن ايام قليله جدا ويتاكد جاهزيته في المشاركه مع الفريق بشكل رسمي. طارق سليمان كان في تمرين ايضا لثلاثي حراس المرمى اكرامي والشناوي وعلي لطفي، خاضوا تدريبات خاصه اليوم الجمعه في اثيوبيا تحت اشراف الكابتن طارق سليمان.
اكيد كان مران قوي، اكيد هيبقى فيه منافسه كبيره قوي بين اكرامي جاهز دلوقتي، الشناوي جاهز، علي لطفي لاعب المباراه اللي فاتت كان ما شاء الله، محمد يوسف هيختار مين مع طارق سليمان للمواجهه المرتقبه بعد غد، هيكون الشناوي ولا اكرامي ولا علي لطفي؟ اكيد اختيار صعب، لكن محمد يوسف بصراحه انا شايف ان هو، احنا حتى قلنا في الاستوديو اللي فات مع ضيوف الكرام، قلنا ان التشكيله فيها عداله. يعني ايه عداله؟ يعني اللي بيلعب بياخد، اللي بيأدي بياخد، مش شرط ان انا بقى اتصاب وابقى نجم زي ازارو، لكن مروان كان ماشي كويس ومروان حط اهداف، ازارو جه قعد، عشان كده قلنا في عداله. محمد يوسف هيشوفها ازاي بين اكرامي والشناوي وعلي لطفي؟ مش عارف، هيشوف يوم الاحد ازاي ان شاء الله يعني يختار الانسب والاحسن لهذه المباراه والاجهز ايضا. زي ما قلت لحضراتكم، السفير المصري اسامه عبد الخالق حضر مران الاهلي قبل مواجهه جيما المرتقب، وحرص على حضور المران لفريق النادي الاهلي في اثيوبيا. وقلت لحضراتكم ايضا مستشار جورج عازر